هاي لقطة داخل من داخل مدينة هاي لقطة داخلية في الفريج. هني طبعا ممنوع السيارات، فقط بعض التكاسي مالهم على الكهرباء فقط يمشون. طبعا هاي مدينة زرمات اللي نتكلم عنها، السيارات فيها هاي تكاسيهم فقط على الكهرباء فقط للمشاة. شوفوا كيف، شوفوا كيف محلاتها. هاي اللي عند جبل التبلورون، سلسلة جبال الألب معروفة، المدينة زرمات. زرمات هاي، هاي المدينة هي. شوفوا لو تلاحظون الورود في كل مكان، كل بلكونة، في كل بلكونة. شو محلى الورود، يعني شيء ما يوصف. هاي توصلها، يوصلها يعني الواحد يوصلها في مدينة قبلها اسمها تشين، توقف سيارتك هناك وتركب القطار ولا التاكسي الخاص اللي يوصلك لنا دين هالبقعة. هاي ما توصلها أي سيارة خاصة يعني. وهاي من المدن السياحية المعروفة في سويسرا، قريبة من الحدود الإيطالية، قريبة من منطقة نابوليون، سوري قريبة من منطقة ميلانو. لاحظوا الورود بس في البلكونات، لاحظوا الورود في البلكونات. بعدين تعتبر زرمات من المدن اللي السايح لازم يوصلها، وخصوصا هالناس اللي يحبون التزحلق، يعني احلى منطقه للتزحلق. بس الكلام مو موجه لاي بلتوكي. لاحظوا، لاحظوا الورود في كل مكان، ورود طبيعية طبعا لأن الجو يساعد. درجة الحرارة 16-14 حاليا في النهار، في الليل طبعا زيادة. شوفوا التاكسي، التاكسي اللي لف على كهرباء بعد، مو على غاز ولا على ديزل. هاي هني وصلنا محطة القطارات اللي بناخذها لين الفريج اللي قبل هذا، المدينة اللي قبلها وين واقفين سيارتنا. عيونها من إيطاليا، من فرنسا، المنطقة هاي. صينيين مكثرهم، كوريين مكثرهم، في كل شبر مرة. هاي محطة القطارات، لاحظوا هذا الفندق بلكوناته. مهتمين بالورود بشكل غير طبيعي، ستوب.